بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تنبيه فرح صدج المجلد دوم، النوع 29، معرفة الإسناد العالي والنازل. تنبيه: العلو إلى صاحبي الصحيحين ومصنفي الكتب المشهورة. جعل ابن طاهر المقدس يعني وابن دقيق العيد هذا والذي قبله قسما واحدا، هذا والذي قبله قسما واحدا، وزاد العلو إلى صاحبي الصحيحين ومصنفي الكتب المشهورة. وزاد العلو يعني أما يكيك لو زيادتانيك لا باب علودهاتوا، وزاد العلو إلى صاحبي الصحيحين ومصنفي الكتب المشهورة. وجعله ابن طاهر قسمين، أحدهما العلو إلى الشيخين وأبي داود وأبي حاتم ونحوهم، والآخر العلو إلى كتب مصنفة لأقوام كابن أبي الدنيا والخطابي. تم شايسة أم همو كتب كاني همو مخرج مصنف كاني ليك مرتبة حساب نكبه. العلو إلى الشيخين وأبي داود وأبي حاتم ونحوهم يعني أواني كأميشي معتبر نوزور قرنشان في أدري أوان الصنفين كان بلام. قسم دوم العلو إلى كتب مصنفة لأقوام كابن أبي الدنيا وكو بخاريني وكو مسلمني وكو أواني خطابي لور متأخرة. ثم قال: واعلم أن كل حديث عز على المحدث ولم يجده عاليا ولا بد له من إراده، فمن أي وجه أورده فهو عال لعزته. حديث أجر قليل مثلا قليل المخرج ظلام سندك نهدو زيتوك روايتك أن كل حديث عز على المحدث ولم يجده عاليا، حديثك قرنجي خوي هي تايبتي خوي هي بلان بسندي شي عالي دسيناك، ولا بد له من إراده ودش بيع حديث بيني ورواتي بكا واستدلالي بيوكا، فمن أي وجه أورده فهو عال أو عالية لعزته. لبرشي لبروا حديثك قليل شكا قليلة قليلة يعني لعزته، العزة بمعنى القوة والاحتياج إليه. حديثك عزيزة بوم معناه كواتو محتاج بي ولا بد من ذكره. ومثل ذلك بأن البخاري روى عن أماثل أصحاب مالك، ثم روى حديثا لأبي إسحاق الفزاري عن مالك لمعنى فيه. يعني حديثك روايتك دو بخاري أماثل جمع أمثلة يعني كلا تلميذ كاني مالك زور شاكن، لو أنا حديثي في روايات كدوة أصحاب يعني تلاميذ يعني رواة مالك. ثم روى حديثا لأبي إسحاق الفزاري عن مالك لمعنى فيه، دواء حديثك لأبو إسحاق الفزاري روايات كدوة لمالك. مع العلم نشوبو أماثل شوبو أبو إسحاق الفزاري كوك أصحابي مالك نيا يعني وكو أماثل أصحاب مالك نيا لبرشي لمعنى فيه لبرو حديثي في كاميونية معناه كيشتي كتابة برغي كتايا يعني لا أواني سردانية. فكان فيه بينه وبين مالك ثلاثة رجال، فكان فيه يعني في هذا الحديث بينه وبين مالك ثلاثة رجال يعني لا أبو إسحاق فزاري و مالك سيكسيتيا بويا أبي بيشي هنا لبرشي لبروا
نزول نازليشا خاص لخول مالكي شونية نشوى لما تلميذ كان مالك وروايتك لا أجر نازليش بو بلام شتيشي جرينجي تيابو أو أتشيد نازلك أهيني روايتي أكيد نكتة يعني مسألة علمية دقيقة حديث اجتمع فيه أقسام العلو على حديثك هيا همجور كان علويت يا كوبوتوا وقع لنا حديث اجتمع فيه أقسام العلو حديثك من بو هل كوتوا همجور كان علويت يا بس أنا دي خوي روايتك الله أخبرتني أم الفضل بنت محمد المقدسي بقراءتي عليها في ربيع الآخر سنة 70 و800 سنة 70 و800 هجصد حفتا كوتشي الله بقراءي خوم لسري لسر أم الفضل أو حديث الرواية أكا قال يا قالت أخبرنا أبو إسحاق التنوخي سماعا وكانت وفاته سنة 800 عن إسماعيل بن يوسف القيسي وأبي روح بن عبد الرحمن المقدسي قال أخبرنا أبو المنجى بن الليث قال الأول سنة 63 و600 قال الأول سنة 63 و600 قال أخبرنا أبو الوقت السجزي في شعبان سنة 53 و500 قال أخبرنا أبو عاصم الفضيل ابن يحيى الأنصاري في ذي الحجة سنة 69 و400 قال أخبرنا أبو محمد بن أبي شريح وكانت وفاته في صفر سنة 92 و300 قال أخبرنا أبو عبد الله بن محمد المنيفي يعني أبو القاسم البغوي وكانت وفاته سنة 17 و300 قال حدثنا علي بن الجعد الجوهري وكانت وفاته في رجب سنة 30 و200 قال أخبرنا شعبة بن الحجاج ومات سنة 60 و100 وعلي بن الجعد آخر وعلي بن الجعد آخر من روى عنه عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له من هذا فقلت أنا فقال أنا كأنه كرهه لكانت استئذاننا وفي خدرنا علي منهم. هذا الحديث اجتمع فيه أنواع العلو، أما العدد فبيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا ثقات بالسماع المتصل، ثقات بالسماع المتصل وهو أعلى ما يقع من ذلك. وأما بالنسبة إلى بعض الأئمة يعني علوي مقيدي نسبي فلأن شعبة بن الحجاج من كبار الأئمة الذين روى الأئمة الستة عن أصحابهم، ولم يقع حديثه بعلو إلا في كتاب البخاري وأبي داود وبينهم وبينه في كثير من الأحاديث رجل واحد. وأما بقية الجماعة فأقل ما بينهم وفيه وبينه اثنان وهو متقدم الوفاة، وبيني وبينه 9 أنفر وهو نهاية العلو. وأما علوه بالنسبة إلى أئمة الكتب فقد أخرجه البخاري عن أبي الوليد عن شعبة فوقع لي بدلا عاليا كأني سمعته من أبي الحسن ابن أبي المجد وأبي إسحاق التنوخي وغيرهما من شيوخنا في الصحيح. ورواه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن عبد الله بن إدريس وعن يحيى بن يحيى وأبي بكر بن أبي شيبة كلاهم عن وكيع وعن إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل وأبي عامر العقدي وعن محمد بن مثنى عن وهب بن جرير وعن عبد الرحمن بن بشر الحكم عن بهز بن أسد وأبو داود عن مسدد عن بشر بن المفضل والترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك والنسائي عن حميد بن مسعد عن بشر بن المفضل وابن ماجه عن ابن أبي شيبة عن وكيع كلهم عن شعبة فوقع لي بدلا لهم عاليا ب3 درجات فكأني سمعت من أبي إسحاق بن مضر راوي صحيح مسلم وكانت وفاته
في رجب سنة 64 و600، ومنه سمع النووي صحيح مسلم. ومن أبي الحسن بن المقير راوي سنن أبي داود، وكانت وفاته سنة 43 و600. ومن أبي الحسن بن البخاري راوي الترمذي، وكانت وفاته سنة 90 و600. ومن إسماعيل بن أحمد العراقي راوي النسائي، وكانت وفاته سنة 90 و600. ومن أبي السعدات راوي سنن ابن ماجه، وكانت وفاته سنة 200 و600. هنا قد لاسي سندك بكي بيني جوركاني علوي كوكد وتوا. وأما النزول فضد العلو، فهو خمسة أقسام أيضا تعرف من ضدها. يعني شن جوري علوما هي طبعا لبلوي علو كان شن زيادة عكسي نقصان، علوش عكسي نزولة، شن يك علو تبي أبي أن لبلان بديشتا أو أن نزولت هبي نايب ناوكي أو بزدكي أو نايبني. وأما النزول فضد العلو، فهو خمسة أقسام نزولش بينجا أيضا تعرف من ضدها، فكل قسم من أقسام العلو ضده قسم من أقسام النزول، وهو مفضول مرغوب عنه على الصواب، وهو قول الجمهور. يعني في إذنك تبكي جوركاني علو زين جوركاني تشي بزاني نزولش بزاني ثم كتو بوتي جرينجي با علو أدي دبلوي فاضلة. أما هم تبكي مفضول يعني فخر بكيف النزول، وما فخر بكيف ناكر نزول باجنية. قال ابن المديني النزول شؤم، النزول شؤم نقبتي يعني بكل معي، يعني كسيك بغي من سنة دقيقة من كم تلال لويتو فخر بوابك كسيك فخر بوابك. وقال ابن معين الإسناد النازل قرحة في الوجه، ها يعني ما يعيبه. وفضله بعضهم على العلو، هنديك العلماء على نزول باشتره خلافا لأدرس كدوة لا ديوي كتره وتما شيء قصدك يعني كدوة يعني لا كتره. حكاه ابن خلاد عن بعض أهل النظر، لأن الإسناد كلما زاد عدده زاد الاجتهاد فيه فيزداد الثواب. إسناد تاع زياتر به نزول به عدد زياتر به اجتهاد وخمان وكدن وفي وخريبون وأوانا لسر قاعدي الأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة تعالنا راح زيادة في الأواعي فيزداد الثواب. قال ابن الصلاح وهذا مذهب ضعيف الحجة، أم بلقية ضعيفة شنك أنا اشتكي إضافية ما بالإضافة إلى التعب أجري زيادة. أما لمحلي إخوية الإصلاح دوانية علو أو لا تلا. قال ابن دقيق العيد لأن كثرة المشقة ليست مطلوبة لنفسها، ومراعاة المعنى المقصود من الرواية هو ومراعاة المعنى المقصود من الرواية وهو الصحة أولى أو أولى تراك صحية تربية لفيش تربية عالي تربية. فإن تميز الإسناد النازل بفائدة، بلا ما قد سندي كتاب النازل بو فإذا كتاب العالي كذا نبو كزيادة الثقة في رجاله على العالي، أو كونهم أحفظ أو أفقه، أو كونه متصلا بالسماع، وفي العالي حضور أو إجازة يعني سماع إجازة أو مناولة أو تساهل بعض رواته في الحمل ونحو ذلك، فهو مختار كات النازلك أو لا ترى. قال وكيع لأصحابه الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله، أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بالسيارك. الأعمش أحب أم كي أم سفيان أم سندة لا باشتري عن أميتر. فقالوا الأعمش عن أبي وائل أقرب، فقال الأعمش الشيخ شون أو باشتري أعمش شيخة طلام سفيان وكيو أوانا فقيه شيخ لكي فقيه لكي. فقال الأعمش شيخ وأبو وائل شيخ وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه، يعني كلهم فقهاء. قال ابن المبارك ليس جودة الحديث قرب الإسناد، ونبرك أقوال لسر أم قوليك علي النازل باشترة. طبعا أقل نازلك فائديك تيابت أو كاث النازل باشترة، بل جودة الحديث صحة الرجال.
وقال السلفي الأصل الأخذ عن العلماء، يعني توس سندكات بانازل جبي أجر طبقات دي سندكا أهل علم بن فقهاء بن باشتر العالي، الأصل الأخذ عن العلماء فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى، في المعنى عند النظر والتحقيق، ولم نكفي الإصطلاح، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، يعني أما أن جوران لعلو علوي إصطلاحي نية أو علوي إصطلاحية أو يكلحق بالسند وهي، وإنما هو علو من حيث المعنى. قال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء. أجر سند كد ما بس دي كم تدين طبقة أو شيوخ اعتباري شيوخ، أما أجر بو متن بو أو كاتبو شيا بو فقه بو كيف كم سند فقهاء تيابو. طبعا مش جوري كلا جوري كاني تفصيل، لكن أخو هموم متنكيش تينيا هموم متنكيش فقهينيا، بلان ديارة ما بس ينشي أجر فقهاء أهل علم حديث يقرب متن الروايات كان أوان باشت الروايات يكن أوان دسكارينا كان وكو خوي ايتيرن نكس يكا معنى حديث يكن نزاند. النوع الثلاثون جوري السيهام لجوركاني علوم حديث المشهور من الحديث، مشهور يعني حديث مشهور لا اصطلاحي علماء حديثة، وعليه هو قسمان صحيح وغيره، ومشهور بين أهل الحديث خاصة وبينهم وبين غيرهم. كابو ليروبيمان على حديث هي مشهورة صحيحة، وحديث هي مشهورة بلام صحيح نية مرجنية همو مشهوريك في بيت صحيح بيت، وهي مشهورة لصلاح علماء حديثة في بيت المشهور، وهي مشهورة بلام أكري موضوع إيش بيت أكري غريب إيش بيت وأكريم مشهور خويشي بيت الاصطلاح ده، يعني كابو مشهور بودو شد بكار بيت بو اصطلاح وبو غير اصطلاح. النوع الثلاثون المشهور من الحديث. قال ابن الصلاح ومعنى الشهرة مفهوم، كلمة الشهرة مفهومة يعني تكنيه قصيدة سربكري، فاكتفى بذلك عن حده يعني تعريف نكدوه. وقال البلقيني لم يذكر له ضابطا، وفي كتب الأصول المشهور ويقال له المستفيض الذي تزيد نقلته على ثلاثة، يعني بلقيني الله بن صلاح تعريف نكده مشهور شيء برام لكتب كان حديث ذا بمشي وهاته مشهور الذي تزيد نقلته على ثلاثة، يعني طبقات السندكي لا زيادة تربن ممكنة، لأن أكيد كتب الأصول يعني أصول الفقه بيت وكتبي أصولش لا علوم حديث، وفي كتب الأصول المشهور لا هردو لا هي حقا، لا هردو لا هي المشهور ويقال له المستفيض، وهرب مشهورش فيه تشي مستفيض. ليرا أبيني مشهور بشي داناوا طبقي هيج طبقي لطبقات السندكا لا زيادة لسي كم ترنب نيو توسي غلس زيادة لسي الذي تزيد نقلته على ثلاثة. وقال شيخ الإسلام يعني الحافظ ابن حجر المشهور ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، يعني لدو زيادة يعني لسي ودس بيكات أو إيش راجحك يعني دو
عزيزة، سي مشهورة، وأكلي سلتريش بها هاتشيك متواتر نبو هر مشهورة. بيوتي أكثر من اثنين بوي تحديدي نكات تنها بسي أجنا لسي كم ترنا بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر نجاتا متواتر، سمي بذلك لوضوحه بوشي كتب مشهور لأنه واضح، وسماه جماعة من الفقهاء المستفيض. عندك إيش فقهاء وتانا بمشو تانا مستفيض تنك فاض يفيض أو يك زيادة لبر زيادة عدد ولبر انتشار نعنا مستفيض من فاض يفيض فيضا، ومنهم من غير بينهما. عندك لا علماء شان كذا جاوزين كذا النيوان مشهور مستفيض بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، نك سواء في العدد نفسه مثلا بينز 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 نا بلان شيئا لا أول تأخر كثرة سيان زيادة البيت عفوا سيان وبرسلوة وكثرة بيتر لا هيش طبقية طبقة كاني يشين بيت كم نبت هيش طبقية طبقة كاني كم نبت بون منا أقل طبقية كم بينج بو طبقي دوم حوض بو طبقي سيم مثلا شش بو اشتي كثرة به او بيوتري مستفيد بمرج متواتر نبي طالما اگر يك طبقة طبق كاني سيبون يان هل همو يسيبو او كاتبيو ده شي مشهور بأن المستفيض يعني بوشيوا اما فرقية كما بأن المستفيض يكون في ابتداء وانتهاء سواء، والمشهور أعم من ذلك. والمشهور أعم يعني قيدني مقيدني بكثرة، مشهور مقيدني بكثرة من الأول إلى الآخر. ومنهم من عكس هندق العلماء وتانا أن مستفيض لجيجي مشهور ومشهور لجيجي مستفيضة، يعني مشهور أو كان لأول تآخر كثرة بيت لا أول تأخري كثرة بيت يعني لهيج شوينيك لشوينا كان دا سينبن أقل عدد بابلين رونا دا لقشت أنا كثرة بن ومرجيجني وثمان استواء في العدد مثلا قشت حوت حوت تأخير قشت فينج فينج تأخير بلام هر همو يلسي زيادة ربو هو استفاضية للاي هندشان ولاي أميان تريش كارن عكسكي أو مشهورة. هو قسماني صحيح وغيره، أي حسن وضعيف، صحيح وغير صحيح شانتهاية، ومشهور بين أهل الحديث خاصة ومشهور بينه وبين غيره من العلماء والعامة، وقد يراد به ما اشتهر على الألسنة. هيا ما بس العلماء على مشهور أو كوالا سر زماني خلق دوارة كتبيوت مشهور، وهذا يطلق على ما له إسناد واحد فصاعدا يك سندي به دواني هبه سياني هبه، بل ما لا يوجد له اسناد اصلا حتى اقل سندي شينوي هل بيوتين مشهور. وقد صنف في هذا القسم الزركشي التذكرة في الاحاديث المشتهرة والفت فيه كتابا مرتبا على حروف المعجمي استدركت فيه مما فاته الجم الغفير. يوكو استدراكك تعقيبك حديثك كتابي كده سر كتابة كيزر كشين وسيوة واحد شيك أول دسيش وأم هنا بيتي كوابو مشهور من هي الصلاحي ومشهور من هي غير الصلاحي. مثال المشهور على الاصطلاح وهو صحيح، مشهور يك من هبي اصطلاحي بي صحيح شبه حديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، وحديث من أتى الجمعة فليغتسل، ومثله الحاكم وابن الصلاح بحديث إنما الأعمال بالنيات. أم نمونين هنا واتوا حاكم بن صلاح على الحديث إنما الأعمال بالنيات حديثك مشهورة، فاعترض بأن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد. لطبقي يحيى وحديثك مشهورة يعني هندي قال متواترة شن صدكس روايتك دوا بدواوة، أما لبيش طبقي يحيى كري سعيد وحديثك فردة غريبة
وأول الإسناد فرد كما تقدم، وكل باسي فردا باسي كدوة كابو النمونة كان بو مشهور لجيكي خوينية مشهوري اصطلاحي، أما حديثي إنما الأعمال بالنيات وكو مشهوري فوق يعني عرفي بابلين غير اصطلاحي يعني مشهورة. ومثاله وهو حسن يعني صحيح نبي حسن به، حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم، فقد قال المزي إن له طرقا يرتقي بها إلى رتبة الحسن. ومثاله وهو ضعيف الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس مثل به الحاكم. عندك العلماء حديث التحسين كان أجد تحسينا كذا كذا أو يتر وأوش صواب حديثك حسنا الأذنان من الرأس. ومثال المشهور عند أهل الحديث خاصة حديث أنس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي سن منيشي هنا وتوا بسندوا بويك تدليل بكاد السر أويك تشون أم حديثة مشهورة. قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، أخرجه الشيخان من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس، أبي مجلز كالفقهاء، من رواية سليمان التيمي عن أبي مجلس عن أنس، وقد رواه عن أنس غير أبي مجلس، وعن أبي مجلس غير سليمان، وعن سليمان جماعة، وهو مشهور بين أهل الحديث، وقد يستغربه غيرهم لأن الغالب على رواية التيمي عن أنس كونها بلا واسطة. عندك شوتيانا أمام مشهور نية رخنا لي قلتوا. ومثال المشهور عند أهل الحديث والعلماء والعوام أجر حديثك بيننا ولا يهمو باصطلاحي شو غير اصطلاحي شو، مشهور بين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومثال المشهور عند الفقهاء أبغض الحلال إلى الله الطلاق، صححه الحاكم وعلماء تضعيف يم كدوة حاشك الله، أخرجه أبو داود بن ماجه وهو حديث منكر، شيخ الألباني لا إرواء تضعيف أكاد. من سئل عن علم فكتمه الحديث حسنه الترمذي. لا غيبة لفاسق حسنه بعض الحفاظ وضعفه البيهقي وغيره. لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ضعفه الحفاظ. استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا، يعني بمشي ويا السواب كان اها يعني نك اها بمشي وا وادهنوا غبا يعني لبان بوخوار او عرضنا، جاء عرض الفم مقصود انك عرض الاسنان، يعني استاكوا عرضا يعني بالنسبه الى الفم اها بوشيو عرضك يأتي بلا ما قدانا كان بيت أبي بعكس سوا بوشيو بهني. استاكوا عرضا ودهنوا غبا يعني روجينا روجك غب يعني يوما بعد يوم. واكتحلوا وترا هم روجت شاب الرجل، واكتحلوا وترا. قال ابن الصلاح بحثت عنه فلم أجد له أصلا ولا ذكرا في شيء من كتبه الحديث، يعني لا أصل له إلا سند له. ومثال المشهور عند الأصوليين، أما حديثك مشهور عند الأصوليين، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، صححه ابن حبان والحاكم بلفظ إن الله وضعه يعني وضع عن أمتي، رفع بدل رفع وضعه.
ومثال المشهور عند النحاة: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه. باشترين عبد صهيبة أقول لك خواش نتر زايا هر تاوينيك والله تنقصه، يعني إنسان شون لخواش ترسيها تاوانك، أقول لك خواش نتر شون تاوانك. نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. فما أثرك إلى عمر رواية ذكريه برا من كتب حديث ذا باسنين لكتب نحوها، مثلا لما أغني اللبيبة هي على كتب كاني نحوها. شاهدك بو مسألين، لو آية لو بو امتناع لو بو وجودة، شاهدك بو أوئيانا بناء على سرويك الصهيب، صهيب الصحابي طبعا صهيب الرومي، لكونه من الخواص لبروي كسي شي خاصية أو كسي شي يكيك لا أتقياء أو أولياء، أظن خوي هذا تعظيم إخوة أكاد، يعني لكونه مجل، لكونه مجلا لله سبحانه وتعالى، حتى لولا الخوف من الله سبحانه وتعالى لما كان يعصي الله، يعني قد ترسي جنبه يا الأخوة. هل أنت عونيناك؟ قال العراقي وغيره: لا أصل له ولا يوجد بهذا اللفظ في شيء من كتب الحديث. ومثال المشهور بين العامة: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أمل بين خلق معروفة بحديثة أخرجه مسلم: مداراة الناس صدقة، يعني تحمل كذنو مسايرة وقدر باز كذنو جيان لقل خلق يا بري كذني خلق صدقة يشتيكي شاك. صححه ابن حبان: مداهرة مداراة لقل مداهنة دوشتي جاوازة، مداراة تأوية تنزلي تيانبت لا دين لعقيدة تيانبت، بس مداهنة دينك يبو بشكيني دينك يبو تميع في بكي، يعني لدينك تنزل بكي لسر حسابي لبر قزان جي خود لبر مصلحتي خود، بس مداراة دين دين مجالي تيا وان دين مجالي تيا صبر وتحمل بكدي برامبر بكسر ولو لدلي شو خوش دنيا ولو لدل الله واشتاك ده برامبري. البركة مع أكابركم، يعني بركة لقل قبركان تاناي. صححه ابن حبان والحاكم: يان أفرمي ليس الخبر كالمعاينة، اشتك خود بشاي خود بيبيني وكو تيوانية وكو خبر وقسنية، اشتك بشاي خود بيني باشترى بلام ليلة ما بست همو خبرنية، يعني خبري خواه وبيغنبري خواه مستثنايا أم ليرنابي أو مكاربين. ليس الخبر كالمعاينة، تو شد وشاي خود بيني بفحص بتلسكوب بتجربة، لو أنا غلط به والله ممكن يخبر يخوان غلط به، خبر كالمعاينة بو ابن أخوة. المستشار مؤتمن، حسنه الترمذي. كسي كتو استشاري في الكي أصل أو يكوا أمين بيت تشي تشاك بيت أو في الله. العجلة من الشيطان، حسنه الترمذي أيضا. اختلاف أمتي رحمة، نية المؤمن خير من عمله، من بورك له في شيء فليلزمه، الخير عادة، عرفوا ولا تعنفوا، عرفوا يعني الخير للناس ولا تعنفوا ولا تشددوا، وجبلت القلوب على حب من أحسن إليها، هركا سيتشاكبو كديت وخوش دبي. أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم، فرما من فكرة وكب في مستوى خلق سيلا قلبك كلها ضعيفة، يعني هل لا اختلاف أمة رحمة ضعيفات أو كخير نوع. فاشن ديد الله: من عرف نفسه فقد عرف ربه، كسي خوي ناسي خواج دناسه. ين يعني كنت كنزا لا أعرف، من كنزي بمخلني لناسيم. ين يعني الباذنجان لما أكل له، يعني باذنجان بخو بهر نيازيكو تواوا. ها ايه يوم صومكم يوم نحركم، روجي ججنا كانتن روجي روجو قتنتانا
من بشرني، طبعا معناه باطل انا الحديث، انا يوم صومكم يوم نحركم، من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، وكلها باطل لا أصل له. وكتابنا الذي أشرنا إليه كافل، يعني جامع ضامن ببيان هذا النوع من الأحاديث والآثار والموقوفات بيانا شافيا، ولله الحمد. ومنه أي ومن المشهور، يعني اشتك مشهور بيت مشهور شيء عام، مشهور عام نك مشهور اصطلاحي. ومنه المتواتر، حتى متواتر الشيء مشهورة. المعروف في الفقه وأصوله ولا يذكره المحدثون باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن وقع في كلام الخطيب ففيه كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. قاله ابن الصلاح المتواتر المعروف في الفقه، المتواتر معروف في الفقه أمش جوريك، ولا يذكره المحدثون، يعني محدثون أما بمتواتر حساب ناكن أو كواقي متواترة ولا علمه حديث ذاتها، هاتشن لا عبارتي خطيبة وادي عليك أو إيكا لفقها بمتواتر حسابك متواترة بلام لقسكي الله وادي على شويني أهلي حديث نكوت وشويني غير أهلي حديث كوتوا. قيل وقد ذكره الحاكم وابن عبد البر وابن حزم وترابيشا أما نش هذيك يعني كدوا وتوانا أو اشتيك لفقه أصول أوانا متواترة أو بمتواتر حسابك لي. وأجاب العراقي بأنهم لم يذكروه باسمه المشعري بمعناه، بل وقع في كلامهم تواتر عنه صلى الله عليه وسلم كذا، وإن الحديث الفلاني متواتر أو عبارات واحد، أما متواتري اصطلاحي أو نيك المعروف في الفقه وأصوله، وهو قليل لا يكاد يوجد في روايتهم. نووي الله متواتر كما أو عندك كما متواتر لو أنا نزيق بكابلين هرنية، وهو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة كساني رازدقو كساني عادل نقلك، يعني أو عند رازدقو يحصل العلم ضرورة، يعني علم كان بيت علمك ضروري نك علمك نظري، بأن يكون جمعا يعني جماعتك بن عددي كزور بن لا يمكن تواطؤهم على الكذب، يعني حصولهم يا اتفاقهم على الكذب، اتفاق بمعنى يعني تصادف نكخ يعني عمدا كوب بن كومول عمدا كوب بن دروب كان ممكن هو متواترني بلام طريق غير ودي وطريق غير شنو يكتب يشك شامي يشك كوفي يشك مدنية اغش يعني ليغني وهر هم يكشف روايته كان او اتفاق او هر هم او كوب بن ولا سرشتك او درونية لا يمكن تواطؤهم يعني اتفاقهم يعني اجتماعهم على الكذب عن مثلهم من أوله، طبعا بوشيوان زوربي فمو طبقيك لطبقات السندك زوربي من أوله أي الإسناد إلى آخره، ولذلك يجب العمل به من غير بحث عن رجاله متواتر دعي وكزاين تواتر ناشي دراسي حالي حديث يقبك، ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح تقييد نكرة بشمارة مثلا شوارة حوتة ديا جلة شنا. قال القاضي الباقلاني ولا يكفي الأربعة، قاضي الباقلاني شتي شوار كاس كافينية لمتواترة، طبعا أما دليل سرينية لبعث بويا ليك الكتابة كان لباس خولي بن تيمية مانكيل وثمان وكو كسي قوايا أقر خواردني بخوات كسي واهي بخواردني شي كم تير أخوة كسي واشي با خواردني شي زور تير ناخوة، يعني لهر شنك اكتفاء دروز بو لهر شونك اكتفاء دروز بو هيش معارضة وشتيك تيانا بو او كافية ولو اقل شيش بن شوارش بن، يعني حديثي واهية اقل لها مطبقة كان يتشوار بن مرججنيها من شوار بلا من شوار كم ترنبو او كانت اكري او حديثة شي بيت متواتر به متواتر به بويا
قاضي باقلاني على شوار كافينية وما فوقها صالح طالما لسرو شواروا أكريم متواتر مثلا بينج، وتوقف في الخمسة لبين جايجي نوتو. قال الاستخري أقله 10، يعني كم ترنبي لا ده ليش طبق طبقاتك لا ده كم ترنبي، وهو المختار عليه أو راجحة أخوي الله يستخري، لأنها أول جموع الكثرة. شو هي كم لا هي كم درجي جمعي كثرة جمعي قلة نوية برام ده جمعي كثرة. وقيل 12 12 وتلاوي شد وانظن شو عدد النقباء بني إسرائيل دو انظبونا. وقيل 20 وقيل 40 وقيل 70 عدة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام. وقيل 314 سيصته سيانزا شواردة عدة أصحاب طالوت وأهل بدر، لأن كل ما ذكر من العدد المذكور في الأدلة المذكورة أفاد العلم. أم جمالان بو مثلا هذه شكلو جمالان تحديد كلاوة لبروا هذه شكلوانا لشويني خوي إفادة علمي كدو كوابو أو إكي إفادة علم كاد أو جمالان والله ما هي كان أو يعني يبقى أو انداء كذب أو يترنا كذب. شي توبة ولا؟ إيه بس ليه وستي إن شاء الله. وفق بارك الله فيكم وصلى الله على محمد.